إطلالة على أبرز منشطات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم هو موضوع أول فقراتنا الحوارية في هذا الصباح. أهلا بيكم، شرفنا بهذه القراءة الصحفية الأستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ خالد. صباح الخير عليك. نبدأ من جريدة الجمهورية وعنوان: السيسي في رسالة سلام ومحبة من العاصمة الجديدة إلى العالم، الشر والخراب والتدمير لن يهزم الخير والسلام. الحقيقة احتفالية قداس سيد الميلاد المجيد أمس كانت احتفالية يعني غير مسبوقة وغير تقليدية، وكان لأول مرة من 52 سنة يتم الاحتفال بقداس سيد الميلاد المجيد خارج مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفي أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط. صحيح. في العاصمة الإدارية الجديدة. تعليق حضرتك على دلالة هذه الاحتفالية من حيث المكان، من حيث زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرسائل اللي أطلقها في هذه الاحتفالية سواء للداخل أو للخارج. شوف، يعني كان رد فعل هذه الزيارة مفيش بعد يعني أقل من ساعة من قداسة البابا تواضروس الثاني اللي تحدث في خلال يعني ترأسه لقداسة الميلاد بالأمس على أنه مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو تأكيد لوجود رؤية مستقبلية مخلصة في الوطن خلال المرحلة الراهنة. وده بصراحة كان رد بالغ، يعني الراجل اتنقل من الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد المعتادة للرد بشكل واضح وصريح على كل محاولات التدخل في الشأن المصري من قبل الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي بشأن شركاء الوطن، وقال انه الرؤية اللي موجودة والقيادة السياسية اللي موجودة بتؤصل فصل جديد من الحياة السياسية المصرية وبتؤكد على انه لا تميز بين افراد الوطن الواحد وان الكل سواسية، والدليل ان احنا اهو بيتم فتح اكبر قدرائية في منطقة الشرق الاوسط وايضا يقوم بافتتاحها و يعني تقديم التهنئه في اول قداس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدوله، وده شيء غير معتاد على مصر كان في العصور السابقه. لكن الرئيس ربما للمره الرابعه يشارك شركاء الوطن في عيدهم، وقال ان الرئيس كان واضح وصريح ايضا في كلماته اللي بتخرج عفويه واللي بتكون معبره عن ما بالداخل وعن المضمون المشهد الموجود. الراجل بيشوف انه كان عايز، يعني احنا لو تابعنا المشهد منذ دخول الرئيس لمقر القدرائية الكل عايز يسلم على الرئيس، والرئيس حريص كمان ان هو يسلم عليهم وحريص ان هو ما يكونش فيه مسافة بينه وبينهم، بل بالعكس هو بيحاول ان هو يمنع الحرس بتاعه ان هو يتقدم ويسلم على الاقباط ويهنيهم فرد فرد، ولو المساحة تتسع والظروف تتسع والاجواء تتسع لكان قام الرئيس بذلك بالتاكيد على انه جاء لتقديم التهنئه وانه بيقدم التهنئه لفصيل في الدوله المصريه مهم وقائم بدوره، وايضا رد فعل الاخوه الاقباط في الكنيسه ومدى فرحتهم بقدوم الرئيس ودخوله عليهم وتقديم التهنئه ليهم. الرسائل اللي قدمها الرئيس في خلال كلمته المجازه بانه التاكيد على ان السلام والمحبه هو مصدر للدوله المصريه تصدره للخارج، مصر من اول الدول التي ندت للسلام وقامت ايضا بابرام السلام مع العدو للتاكيد على انه سياستها هي السلام، وانه كل من يحاول تخريب تدمير الدوله المصريه سيقابل بكل قوه وايضا سيقابل باتجاه اخر وهو البناء والتنميه والتاكيد على السلام، لانه عنصر السلام الرئيس لا مناسبه تمر الا ويذكر فيها السلام. حتى في خلال وجوده مع الشباب في منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ وخروجه معهم في الماراثون كان تاكيده على انه انتوا دلوقتي وجودكم ده رساله سلام للعالم، وانه العالم كله لو اتاكد وشاف وتعامل بمبدا السلام فتكون النتائج الإيجابية على كل العالم مردودة، وبالتالي الرسائل التي أرسلها الرئيس في كلمته بالأمس كان يقصد بها في المقام الأول التأكيد على أنه السلام والمحبة في مصر ومصدرها مصر، وأيضا على أن الأخاء والتآلف والرباط بين فصلاء المجتمع وبين طرفي المجتمع
موجودة ومؤصلة بدليل انه يعني الرئيس بيروح يقدم التهنئة وبيحضر القداس، ايضا المسلمين الموجودين في القداس، ده يؤكد على انه تمام. ليست هناك اي حساسية بين الاطراف. نعم. من جريدة الأخبار عنوان آخر: خلال استقباله وزير الخدمة المدنية بالمملكة، السيسي يقول العلاقات المصرية السعودية تتميز بالخصوصية ونتطلع لتطويرها. يعني ملف العلاقات المصرية السعودية الحقيقة محور هام جدا في منطقة الشرق الأوسط لصد يعني المؤامرات الخارجية، ودايما هو ده محور الارتكاز اللي بتبنى عليه يعني قوة الوطن العربي. تعليق حضرتك على هذا الخبر وتعليق الرئيس بعد هذا اللقاء. يعني تصريحات الرئيس في هذه المرة وخلال هذا اللقاء السعودي المصري لا تختلف عن سابقيها في التأكيد على وحدة الصف العربي والتأكيد على أنه مصر هي صمام أمان الخليج العربي. الخليج العربي الآن ربما تمر الأجواء المحيطة به بتطورات غير مسبوقة، تظاهرات في إيران وحالة من الغليان داخل الشعب الإيراني، ربما تكون نتائجها العكسية على المحيط العربي، وربما تكون أيضا نتائجها الإيجابية على المحيط العربي. أيضا الأزمات الموجودة في المحيط الخليجي سواء في سوريا أو في اليمن، وما يشوب تدخل إيران في المنطقة بشكل واضح وصريح، ده بيؤكد مرارا وتكرارا أن صمام الأمان لمنطقة الخليج هي مصر. والآن اقتنع الأخوة في الخليج بأن حينما تحدث الرئيس وقال مسافة السكة، وحينما تحدث وتأكد على أن خط الخليج خط أحمر، هنا ليس هراء وليس كان حوالا للاستمالة الأشقاء العرب، ولكن كان تأكيد لأن هذا الخليج هو الأمن القومي المصري الحقيقي، وأن مصر قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التواجد الفعال السياسي والتواجد العسكري إذا لزم الأمر، وأيضا التأكيد على أنه لا أحد يستطيع المساس بوحدة الصف العربي. ربما شاب العالم العربي مؤخرا حالة من الفتور وحالة من الغليان في بعض البلدان، وأيضا شابه حالة من التدخلات الخارجية في مختلف الملفات العربية، لكن أعتقد أنه دخول مصر بقوة في الملف السوري هيئ الأجواء اللي إقامة حل سلمي وسياسي في سوريا، دخول مصر في الملف الليبي والتأكيد على ضرورة وحدة الصف الليبي أيضا أدى إلى تهيئة الأجواء للحلول السياسية، وأيضا قيام مصر بالمشاورات واللقاءات في مختلف المحافل الدولية والعربية كان لي أثر مردود في محاولة رأب الصدى المصر العربي العربي، وبنشوف النتائج لأنه في اصطفاف عربي اتجاه يعني أزمة القدس على سبيل المثال، في اصطفاف عربي اتجاه الأزمات المطروحة على المنطقة. الكل اقتنع الآن بأن الحلول السياسية التي طرحتها مصر منذ اندلاع الأزمات في مختلف الملفات كان هو المردود الحقيقي وكان هو الوضع الحقيقي الذي لابد أن يتم التعامل معه. نعم. من جريدة الأهرام ملف آخر حول القدس: خلال لقائه نظيره السعودي في الأردن، القاهرة والرياض تؤكدان الحفاظ على الوضعية التاريخية للقدس. الخبر بيتكلم عن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السعودي عادل لجبير في العاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماعات اللجنة العربية السداسية لمناقشة وضعية القدس. برأيك يعني لأي مدى يمثل هذا الاجتماع من أهمية في دعم التحرك العربي في الفترة المقبلة؟ يعني خصوصا احنا بنشوف ان في تعنت الحقيقة اسرائيلي وامريكي بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، بل واستصدار قرارات من اسرائيل بتوسيع المستوطنات بشكل الحقيقة يعني غير مسبوق. ماذا يمكن ان يفعل العرب في الفترة المقبلة بقيادة الدول الرائدة يعني زي مصر والأردن؟ شوف انت بتتكلم على أزمة ليس أزمة عربية فقط ولكنها أزمة عالمية، انت بتتكلم على طغيان أمريكي واضح وصريح اتجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، بتتكلم على تخاذل دولي حقيقي اتجاه أيضا القضية ومحاولة تغيير الديموغرافية وتغيير الخريطة في الداخل الفلسطيني، وبالتالي ليس فقط على العالم العربي التحرك، لكن أنا أعتقد أن التحرك الذي تقوم به الدول العربية خصوصا في إطار الجامعة العربية، وكان بالأمس في الأردن الاجتماع الذي ضم يعني وزراء الدول المعنية والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط،
لكن النتائج على ارض الواقع مش بالسهوله اللي احنا نتخيلها، وربما ردود الافعال العربيه ايضا لم تكن بالوضع الواضح والصريح اتجاه هذه الازمه. يعني حينما تحدث احد السياسيين الفلسطينيين، واعتقد هو في حركه فتح سيد، يعني تحدث عن ضروره ان تكون هناك ردود افعال ايجابيه وصريحه وواضحه اتجاه قرار ترامب بان يتم نقل السفارات العربيه الى القدس او الى رام الله. هل بمقدور الدول العربية أن تقوم بذلك؟ أعتقد لن تحدث مثل هذه الأمر، لأنه بأرض الواقع وبالحقيقة المطلقة وبما لا شك فيه بأن إسرائيل والقوات الاحتلال تسيطر على مجريات الأمور في القدس وفي العدد من المدن الفلسطينية، بل وصل الأمر إلى اصدار قرار في الكونجرس في الكنيست الإسرائيلي بأن يتم ضم رام الله، المنطقة التي عرف منذ يعني الاحتلال بأنها خارج إطار الاحتلال وتخضع للسلطة الفلسطينية، ضمها وضم الوزارات الفلسطينية إلى قوات الاحتلال وإلى سلطة الاحتلال، وبالتالي تتكلم على غول إسرائيلي ربما اتخذ من الطغيان الأمريكي والتخاذل الدولي مسارا لاستمرار توسعه في وكأن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل كان الضوء الأخضر لكي تقوم إسرائيل يعني بتوسيع خططها الاستيطانية. شوف يعني عشان برضو نبقى واضحين، إسرائيل مش محتاجة ضوء أخضر ولا ضوء غير أخضر، هي إسرائيل بتعني تبعث في الأرض فسادا دون أن يتحرك أحد. ربما تكون قرار ترامب يكون هو اعطاء قوة، مزيد من القوة، هناك قوة يعني لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك على أرض الواقع موجودة في ده احتلال، يعني احنا خلينا نكون واقعيين، ده احتلال ومن يستطيع ان يقوم الاحتلال الا الشعب. يعني احنا اتكلمنا مره واثنين ثلاثه في هذا الاطار وقلنا انه الكره الان في ملعب الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع احد ان يغير الوضع في فلسطين لا بالقوه العسكريه ولا بالقوه السياسيه الا من خلال الشعب الفلسطيني. هل انت خلال التاريخ وجدت ان هناك احتلال خرج من دوله ما بدون مقاومة من الشعب ذاته؟ اعتقد لا يوجد في التاريخ، وربما الاستقلال الذي تم في يعني ستينات القرن الماضي والزعامة المصرية في هذا الاطار كانت من خلال التحرك الشعبي مع الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية. اعتقد ان الشعب الفلسطيني قادر على ذلك وله خبرة في يعني انتفاضاته المتعددة، يحتاج الدعم العربي الحقيقي سواء بالسلاح وسواء أيضا بالدعم في المحافل الدولية. تمام. جريدة المصري اليوم عنوان يقول الدولة تعود إلى المناطق الاستثمارية الخاصة، المرحلة الأولى مجمع تجاري مع الفطيم والثانية بمشاركة الهيئة الهندسية. تعليق حضرتك على هذا الخبر اللي بيوضح اتجاه الدولة لتوسيع وتفعيل المناطق الاستثمارية وجذب الاستثمارات اليها، وكمان كان في إعلان عن إقامة مناطق استثمارية في مناطق إقليمية مميزة زي ميت غمر في الدقهلية. بالضبط. يعني هو الدولة بتتجه في هذا الإطار إلى فكرة الـ يعني الاستفادة من القطاع الخاص وخبرته وأمواله أيضا في إقامة مناطق استثمارية تكون في المقام الأول جاهزة للاستثمارات، ربما تكون الصغيرة أو الاستثمارات المنتجة أو سريعة التداول وسريعة الربح. يعني حينما تقوم الدولة بإقامة كيانات استثمارية يعني كاملة المرافق زي ما شفنا في عدد من المدن ربما في الصعيد وجنوب الصعيد، يعني كانت يعني بالقريب القريب الماضي كان في حالة من طرح لمشروعات وطرح لمصانع استثماريه صغيره للمنتج او للصانع المصري او لرجل الاعمال المصري الصغير لاقامه مشروعات استثماريه على ارض الواقع. الدوله بتحاول ان هي تكون على خط متوازي، توفر هذه الفرص وبالتالي وايضا تقوم بتقديم الخدمات كلها سواء يعني الخدمات الانشائيه، خدمات من خلال البنيه التحتيه الموجوده. الدولة اقتنعت بأنه لن يتم تنمية استثمار حقيقي في الدولة إلا من خلال توفير البنية التحتية والمناخ المناسب. المناخ المناسب سياسيا أنت الحمد لله عندك حالة من الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني إلى حد كبير، أيضا عندك قانون انتخابات موجود وتم تفعيله وتم تفعيل اللائحة التنفيذية، وبالتالي أنت بتستطيع الآن أن أنت تجذب الاستثمارات، وخصوصا أنه ارتفاع سعر العملات الأجنبية بره وحالة التضخم الموجودة في بعض البلدان خصوصا البلدان العربية نتيجة للحروب الموجودة في المنطقة جعل من مصر منطقة استثمار جاذب.
ليه؟ لانه المستثمر في المقام الاول بيرغب في انه يحقق ربحه، بالتالي هو شايف انه استقدامه لمصر هنا واعطائه فرص استثماريه مميزه هيكون ليه مردود. يعني هيستفيد منه، هيستفيد منه. لكن احنا عايزين الافاده الاكبر ان يكون برضو في تعجيل من السلطات التنفيذيه في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات وتقديم تسهيلات للمستثمرين العرب. نعم. ملف اخر من جريده الجمهوريه، البرلمان يناقش 7 قوانين جديده ويقر تنظيم السجون غدا. طبعا التفاصيل 7 قوانين جديده ما تتعلق بالسجل المدني، الزراعه، الاحوال المدنيه، العقوبات، الافلاس، هيئه التنميه الصناعيه، وايضا انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الادارات. لكن خلينا نتوقف عند مشروع قانون تنظيم السجون، لأنه الحقيقة مشروع بيتعلق بالملف الأمني وحقوق الإنسان. تعليق حضرتك على أهمية مناقشة هذا القانون وأهم التعديلات اللي هتبقى موجودة فيه. شوف، هو وزارة الداخلية بصراحة انتهجت مؤخرا أسلوبا جديدا في مسألة السجون. يمكن ما كناش بنشوف في الماضي مسألة أن تكون في سيارة ترحيلات مكيفة مثلا على سبيل المثال، أن تكون في سيارة ترحيلات مهيئة لأن يتم حط فيها بني آدمين. يعني أنا بصراحة شفت من خلال التجوال في بعض المراكز وفي بعض، وممكن تشوفها يمكن في الشارع برضو في الطريق العادي، في طفرة في مسألة سيارات الترحيلات، ودي بداية حقيقية للسجون. يعني النهاردة لما بتوفر سيارة ترحيلات مؤمنة وفيها نوع من الاحترام الآدمية هيكون في مردود ايضا في السجون. الدوله ايضا بتقوم بدور كبير جدا والوزاره الداخليه في تهيئه اجواء السجون وجعلها ملائمه للمسجون ايا كانت يعني تهمه، وبالتالي وبتراعي فيها استخدام اعلى درجات حقوق الانسان. يمكن احنا ما بنسلطش الضوء عليها في الفتره الاخيره لانه يعني في حاله من التراخي الاعلامي في مساله حقوق الانسان مع وزاره الداخليه، وهي الموجودات اللي بتقوم بها وزاره الداخليه في هذا الاطار. ممكن تكون في حالات فرديه وممكن تكون في هناك حالات يعني خارجه عن الاطار، لكن ده لا يمنع ولا 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 يحق ان يكون مجالا ل يعني وقف هذه الانجازات او تغاضي عن هذه الانجازات او يعني عدم اعطاء حقها. انا شايف انه حتى لجنه حقوق الانسان اللي في البرلمان بتقوم بين الحين والاخر بزيارات مفاجئه في السجون وفي مراكز الشرطه، وبتقوم بعمل يعني الاجراءات اللازمه وبتشوف ايه الاماكن الناقصه. يمكن احنا معرضين للظلم بشكل واضح وصريح من الاعلام الغربي ومنظمات المجتمع الدولي وحقوق الانسان في العالم الخارجي طبعا، ودي معروف خلفيتها ايه ومين بيمولها وايه دورها طبعاً. في ان هي بتطلع تقارير يمكن بالامس القريب كان في رد من الهيئه العامه للاستلامات، ويعني جعلني انا اشيد هنا بالهيئه العامه للاستلامات في قيامها بدورها المناط به من خلال الردود، ردت على صحيفه نيويورك تايمز بالظبط على كل المخالفات اللي بتقوم بها وسائل الاعلام. عشان نستكمل باقي الاخبار سريعا، جريده الاخبار 22 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائيه وغير الامنه، تعليق حضرتك. برضو يمكن مهما كنا بنزود عدد المليارات في تهيئه وإزالة المناطق العشوائية، للأسف التخطيط العمراني الجديد ما بيقدرش يحافظ على عدم إنشاء عشوائيات أخرى. يمكن الدولة بتقوم من خلال قيامها بالمشروعات السكنية الجديدة بعمل كل ما يتم من أجل الحفاظ على عدم العشوائية، لكن السلوك وأسلوب السكان هو اللي بيؤدي إلى العشوائية. يمكن حي الأسمرات من أكبر النماذج اللي الدولة قدمتها في إطار إزالة العشوائيات في المناطق العشوائية وإقامتهم في هذه المناطق الجديدة، يمكن في بعض المخالفات اللي تمت. نعم. ويمكن هناك رقابة، ده بيعود لقلة الرقابة برضه. يعني في رقابة لكن مش بالدرجة اللي هي توازي السلوك وأسلوب المواطن. أنت بتتكلم على واحد هو للأسف هو عاش في هذه الأجواء وتربى فيها وتشبع بثقافتها وبقى عنده ده سلوك يومي. أنت عايز تهيئه قبل ما تنقله تعمل له حاله من غسيل العادات والتقاليد اللي موجوده فيه وتهيئته للمناطق الجديده. ده مش هيتم الا من خلال التوعيه، التوعيه بانه مكانه الجديد اللي هو رايحه والمكان اللي هو تم انشاؤه ليه وخروجه من العشوائيات الى مناطق نظيفه، ده في المقام الاول لصالحه هو كمواطن. تمام. لحتى يعني تقل الامراض، تقل الكثافات السكانيه اللي موجوده في المناطق العشوائيه والجرائم الموجوده وخروجك الى
منطقة نعم. آمنة. نعم. جريدة الأهرام بتقول في أحد أخبارها افتتاح مشروعات كبرى في الطرق والكباري والسكك الحديدية غدا، ووزير النقل هشام عرفات يقول نظام جديد لمراقبة حركة القطارات على شاشات إلكترونية. طبعا الوزير كان موجود امبارح لتفقد محطة مصر في الإسكندرية، تعليق حضرتك على هذا التطور في قطاع النقل. يعني غدا ان شاء الله ستكون ايضا مصر مع يعني اطلاله جديده من الافتتاحات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار الحرص على اقامه المزيد من المشروعات والبنيه التحتيه لخدمه المواطن في المقام الاول، ورفع الضغط على بعض المنشآت وبعض المدن وبعض القطاعات مثل قطاع النقل وغير ذلك. طريق بنها الحر الذي سيتم افتتاحه رسميا غدا هو طفره في مجال الطرق العالميه في مصر، وايضا هناك تجهيزات لفتح الطريق الجديد ايضا استكمالا لطريق الضبعه من منطقه القاهره الى منطقه الجيزه، وده ايضا وما يكون سيكون اكبر يعني كوبري معلق في نهر النيل خلال الفتره المقبله. شكرا لحضرتك استاذ خالد العيساوي الكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا لسه معاكم في هذا الصباح، خلونا نتوقف مع موجز الاهم واخر الانباء مع زميلنا نجلاء الجعفري وبعده فقره حواريه جديده.